السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ايه فكرة البرامتر. طيب خلينا نرسم بكل بساطة جريد اهوت. ده واحد، ممكن ارسم اتنين بالشكل دوت، وبعد كده ارسم واحد كمان اخلي ده ايه، وبعد كده ارسم واحد كمان. وانا برسم بحاول اخليهم موازيين لبعض، وفي اول نقطة مع اول نقطة اهيت، وآخر نقطة مع آخر نقطة. ده عشان لما أعمل سيلكت كده وأبدأ أحرك الاتنين يتحركوا مع بعض. طيب ده هيبقى بي أوتوماتيك. طيب هو ده المفروض يبقى واحد، وده المفروض يبقى اتنين، بس هو مينفعش الاتنين يبقوا بنفس الحاجة، فلازم تحط تكتب واحد 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 الأول. طيب خلينا دلوقتي مثلا لو أنا قلت له دايمنشن، عملت دايمنشن بالشكل دوت، تمام، بلاقي ان هو بيديني اف. ده الاف ده لو قفلته لما احرك ده، ده يتحرك معايا، تمام. طيب لما اقول له دي اي واعمل ده برده كده كمان، لان انا اعمل اف، او بدل ما اعمل اف اقول له اعمله بارامتر اللي هو جلوبال بارامتر او ليبل. اقول له انا عايز اعمل بارامتر جديد، تمام، هسميه مثلا دي، اخلي في الجروب بارامتر اللي هو الدايمنشن هيبقى كومن، واقول له اوكي، تمام. هما الاثنين دلوقتي قد بعض. لو انا في اي لحظه دخلت على مانج وقلت له جلوبال بارامتر وغيرت الدي دي من 66 ل 77 فيت، هيبداوا يتغيروا مع بعض. طيب لو انا دلوقتي حبيت ان انا اعمل اعمده، فاخش على استراكشر واقول له انا عايز اعمده انشائي. في عندي اختيار اسمه اد جريد، راح معلم على الجريد ده كده واقول له فينش. ففي كل جريد بيعمل لي، بس ما ظهرش معايا ليه؟ عشان الدبس. وانا بعمل الاعمده هو عملهم لتحت، تمام. لما جيت اعمل الاعمده هو كان في اختيار الدبس، ممكن نعكسه ونقول له ارسم لحد ليفل 2، تمام، بس بقى مش هيبقى دبس، بقى هيبقى هاي، تمام. واقول له اد جريد ونعمل كده ونقول له فيش. طيب هو عمل الجريد، عمل الاعمده اهيت. ولو بصينا في ال 3D هنلاقي الأعمدة بالشكل دوت. دول الأعمدة اللي تحت اللي اتعمل الأول، ودول الأعمدة اللي اتعمل فوق. طيب لو أنا غيرت ده كده، تمام، هتلاقي الأعمدة اتغيرت معايا، الأعمدة مرتبطة في قفل بينها وبين الجريد، متتحركش غيرها، تمام. طيب لو أنا قلت أنا عايز أرسم حوايط، بص أرسم حوايط، أختار ديت وأبدأ أربط من هنا الحوايط. الحوايط من ليفل 1 لحد ليفل 1. طيب انا عايزها لحد الحوايط لحد ليفل 2، تمام، واقول له اختار ديت اهي من هنا لهنا، وعلى طول اعمل القفل دوت بالشكل ده. طيب وخلينا نلغي الجريد، تمام، الغيها. طيب بص بقى لما تيجي تتحرك كده هتلاقي الحواجز اتغيرت معاك، تمام. والجريد لو انا جيت هنا في المانج وقلت له جلوبال بارامتر وغيرت 77 ديت ل 66، هتلاقي الشكل كله اتغير معاك. فدي ميزه البارامتر، وميزه ان الحاجات تبقى مرتبطه ببعض، ما يبقاش انت بتغير في حاجه وضربت في حاجه تانية، لا كله متغير مع بعض. يعني انت ممكن تربط سقف الصوت بالسقف اللي فوقيه، يطلعوا مع بعض وينزلوا مع بعض، الا لو انت عايز تغير مسافه بينهم، خلاص بتفك البرامتر دوت وتسيبه يتعامل مع نفسه، يصرف على نفسه. ممكن تيجي هنا مثلا تقول انا في هنا حيطه معينه، مهما كان انا عايز الحيطه دي تحافظ على المسافه بينها وبين اختها، تمام، محدش فيهم يغير المسافه دي. ففي اي لحظه انت غيرت دوت لاي سبب، هتلاقيهم الاثنين مرتبطين ببعض.